واسمحوا لنا نرحب بضيفنا من واشنطن دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي. دكتور ماك مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير عمرو بيه، واهلا بجمهورك الكريم. اهلا وسهلا دكتور، وخليني ابدا مع حضرتك بسؤال حول ذكرى ال21. هل تتوقف الولايات المتحدة عند الذكرى بنفس الافكار بنفس الانطباعات زي ما كانت يوم 11 سبتمبر من 21 سنة، ولا الرؤية اختلفت سواء بالنسبة لدوائر صنع القرار وبالنسبة للشارع الأمريكي؟ هو ما فيش شك هناك اختلاف في الرؤى، وهناك اختلاف في ردود الأفعال، وما فيش شك أن لجنة 11 سبتمبر قعدت فترة طويلة لغاية ما طلعت التقرير بتاعها اللي صحيح. كان فيه تقريبا كتاب 900 صفحة. وهناك الكثير من الأسئلة لم يتم الرد عليها لغاية النهاردة، وهناك أيضا ردود أفعال مبالغ فيها من الإدارة الأمريكية من الرئيس بوش ونائبه النائب الرئيس ديك تشيني في استخدام أقصى درجات القسوة والعنف ضد العراق الذي ثبت أنه لا علاقة له بالقاعدة ولا علاقة له بأسلحة الدمار الشامل. وعندما ذهب كولين باول في الأمم المتحدة لهذه القنينة الخضراء الشهيرة والذي أشار لها أنها الدليل على اقتناء العراق إلى أسلحة الدمار الشامل، ولكن كانت بالتأكيد أضحوكة العالم. فأعتقد أن ردود الأفعال مختلفة، وردود أفعال الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب أن لن نكون الاحتفال أو لن يكون أن نحارب الإرهاب يوم واحد في السنة، علينا أن نحارب الإرهاب كل يوم في السنة، وسوف تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية القوى العسكرية لمواجهة الهجمات الإرهابية. طيب هل شكل مواجهة الإرهاب واللي تعهد به النهاردة الرئيس بايدن هل اختلف، وهل بالتالي أصبح أمام الولايات المتحدة إيجاد صيغة أخرى لضمان حماية الشعب الأمريكي زي ما بيقول، وضمان تعقب الإرهابيين ومنع النشاطات الإرهابية غير ما كانت عليه الخطة أو النهج أيام 11 سبتمبر؟ هو بالتأكيد هو يعني هناك اختلافات في الرؤى واختلافات في السياسات، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم على أن تؤمن الولايات المتحدة الأمريكية حدودها وأفرادها، عليها أن تحل المشكلات العويصة، ألا تتجنب الحلول وتتجنب مصادر المشكلات التي تصدر إليها الإرهاب. فعليها أن تحل هذه القضايا التي استعصت على الزمن. طب إلى أي مدى ده واضح؟ إلى أي مدى ده يعني مفهوم داخل صناع القرار يعني وثينك تانكس الموجودة في أمريكا يعني مراكز الأبحاث؟ هم بدأوا يستوعبوا الكلام ده، يعني أقدر أؤكد لك الكلام ده، يعني في أحداث غزة واحد، غزة واحد اللي هي مايو مظبوط السنة اللي فاتت 2022، أول مرة نيويورك تايم تنشر 100 صورة طفل ماتوا في هذه الأحداث، منهم 98 طفل فلسطيني وطفلين إسرائيليين. أول مرة تحصل إن جريدة نيويورك تايم والمعروف بميولها يعني 100% تجاه الكيان الاسرائيلي المحتل اراضينا الحره الفلسطينيه، ولكن ده تغير كبير جدا في طريقه التفكير، ان علينا ان نفكر جديا في احلال السلام حتى نوقف هذه العمليات. طيب هل ده بالتالي التفكير اختلف؟ طيب هل ده بالتالي بينعكس على التعامل الامريكي مع الازمه الاوكرانيه؟ والنهارده بندخل خلاص في دخلنا 200 يوم 7 شهور تقريبا، وبنجد ان الكفه والمفاجات يعني اللي بتتوالى ان الرئيس الاوكراني النهارده او من دقائق قليله بيعلن سيطره بلاده او سيطره الجيش الاوكراني على مقاطعه مهمه جدا في الشمال الشرقي، وبيرى ان ده تحول كبير في الحرب. كمان بنجد التعهدات الامريكيه اكتر من مليار و200 مليون دولار مساعدات عسكريه لتعويض الخسائر العسكريه الاوكرانيه. بترى ان الولايات المتحده وخطتها في التعامل المباشر في الامور العسكريه خارجيا بترى انها تميل الى ان تكون اكثر هدوءا اكثر دعما للوكاله منها تدخل المباشر؟ بالتاكيد انا كان ليا تصريح في بدايه الحرب، في بدايه التهديد الروسي بالحرب في يناير الماضي قبل بدايه الحرب في 24 فبراير، ان هذه الحرب ستكون حرب طويله، والمقصود منها هي حرب استنزاف، حرب تكسير عظام، حرب
يعني مستنقع او قاعد بيه الولايات المتحده الامريكيه في فخ وقع فيه الروس. واعتقد ان هذه الحرب سوف تمتد الى 2023، وده اللي قاله بوريس جونسون قبل ما يخرج من الوزاره في بريطانيا. هذه الحرب هي امدها امد طويل، والولايات المتحده الامريكيه بتعين النهارده جنرال كبير في البنتاغون الامريكي لاداره هذه العمليات العسكريه، وبترصد ميزانيات عسكريه للتسليح سوف يتم تصنيعها على مدار 3 سنين قادمه. يعني احنا بنتكلم الحرب دي ممكن تكون افغانستان جديده زي ما انا قلت، ولكن دون تدخل مباشر او دون تورط امريكي مباشر فيها. هو اصبح هناك خلاص، يعني التورط اصبح موجود، يعني الاسلحه الامريكي موجود، الطائرات الميج 29 تم تفكيكها وشحنها الى داخل اوكرانيا وتركيبها داخل اوكرانيا، الاعتاد الامريكي الهجومي اصبح موجود، السيطره الميدانيه للقوات الاوكرانيه على الكثير من يعني مواقع العسكريه الحساسه اخرها خرايب اصبح امر واقع. الجيش الروسي بيزود 136 الف عسكري، ده اصبح امر واقع النهارده. الاقتصاد الروسي بدا يعاني ويئن من وطئه يعني العقوبات من ناحيه والمصاريف العسكريه الباهظه من ناحيه اخرى، امر واقع. فبالتاكيد هي حرب بالوكاله. النهارده في كمان تطمينات امريكيه لاوروبا ان امريكا لن تسمح لاوروبا ان تكون في ظلام دامس في الشتاء القادم، ده معناته ان امريكا سوف تبذل من غاز للولايات المتحده الامريكيه ومن الدعم المادي للقاره الافريقيه العجوز للقاره الاوروبيه القادم. لا احنا ده في افريقيا ما عندناش مشكله الحمد لله، يعني بالنسبه لافريقيا بالنسبه لاوروبا اللي كنا عندهم ازمه. الحمد لله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور مايك شرقاوي المحلل السياسي من واشنطن، شكرا لوجود حضرتك معانا.